الحقيقة اليوم مباراة إيران تفرح. أخيرا كرة القدم أحيانا ما تنصف، بس اليوم كرة القدم أنصفت إيران، والدليل أنه كنا المتابعين كنا متخوفين، أو يعني إذا كان محب وإذا متابع بعد النتيجة الكبيرة اللي خسرها منتخب إيران، فكان أكو هاجس من الخوف أنه لا تكون أيضا هذه المباراة خسارة. لكن من تشاهد المباراة من أول ما شفنا التشكيلة وشفنا مهاجمين طارمي وسردار في الأمام، يدل على أنه الفريق الإيراني يلعب مهاجم ويفكر أن يعوض. ولهذا أيضا كان أكو سبب رئيسي هو الشحن المعنوي اللي كان هو من تلقائية اللاعبين أم من خبرة المدرب والإدارة ما أعرف، لكن الشحن التلقائي اللي سلام خليني أسمي عتب كبير كان من الجمهور والمتابعين. يعني تمخض ليكون، نعم تمخض ليكون شحن، نسميه ما نسميه. المهم الدليل على أنه هذا الشحن بأعلى مراحلة لما سردار تشنج، لا هو قبل يطلع ولا المدرب يريد يطلعه، بحيث يعرف أستاذ خلف أنه التشنج ما بعد التشنج واللعب ممكن تمزق. أن يصير تمزق بالعضل. ولهذا شفنا الاندفاع في أنه هو يرفض يأشر للمدرب أنه ممكن يعني أقدر أكمل خليه أجرب، وأيضا المدرب أكثر فترة خلى اللاعب البديل جاهز عسى صح. أنه سردار يقدر يكمل صح. ولهذا من هذا توحي لك أنه الفريق الإيراني جاي يريد يفوز يعوض الخسارة. الفارق الكبير اللي صار هو عندما حقيقة خدمت الظروف أنه حالة الطرد، لأنه كانت من مكافأة عددية اللاعبين بين الفريقين تحس الفرصة تصير بصعوبة، لكن بعد أنه خرج اللاعب مطرود صارت فرصة في أنه الأطراف تشتغل، لأنه الزيادة العددية وفريق ما عنده غير الفوز. لهذا اندفع. أحيان كرة القدم بها توفيقات، نسبة توفيقات، وهي متعارف عليه حتى في علم التدريب، يقولون أنه إذا ما تبتلك حظ كذا 50% لا توصل لكرة القدم. فنسبة تسجيل الهدف الأول خلى الفريق الإيراني يعني عنده حالة استقرار واندفاع أكثر، بالوقت اللي الفريق الآخر ما عند الويلز ما عنده غير أن يهاجم. هذا الهجوم خلى أكو نقص عددي. من محاسن الصدف أنه الكرة المرتدة بالهدف الثاني اجت لطارمي اللي هو يمتلك خبرة ورؤية، وغيره واحد ممكن يستعجل مثل ما قال أستاذ خلف، ما لعب للأماميين، ظل يمشي دريبل بالكرة إلى أن إجا لاعب من الخلف، ما يعني خارج فكرة المدافعين الموجودين. نعم نعم نعم. ودفع له بطريقة يعني دل على أنه هو لاعب خبير. ولهذا أنا يعني كنت مستمتع جدا في أنه أحس حقيقة هي قربت إلى النهاية، لكن من شفت وقت الطرد، ونعرف مثل ما نعرف أنه في هذه كأس العالم أنه الوقت ما يضيع عند الحكم. نعم. لهذا حسبت من وقت الطرد، قلت بعد 6 دقائق تقريبا، مو أقل السبع إلى 8 دقائق إضافية، إذن قريبا من الربع ساعة، إذن إيران ممكن أن يحققون شيء. وفعلا نجحوا، كانوا يستحقون هذا الفوز، لأنه كثير من الأحيان أنت لازم تمزج ما بين أو تجمع ما بين الاندفاع المعنوي والتكتيك الملزم به من قبل المدرب أنه تنفذ.